كابتني وكابتن مصر مسكن واحد من النجوم مع اربع افريقيا طبعا لعيب كبير وتاريخ يعني طبعًا تاريخ في نادي الاهلي طبعا كلكم رجال الحقيقه فيها طارق انا مبارك طاهر هو معاك وطاهر من اللعيبه اللي يعني الحمد لله من الصفقات الكويسه جدا الكبيره اللي النادي الاهلي جابها الفتره اللي فاتت عنده طموح ان هو يعمل حاجه مع النادي ولعيب عنده اصرار وعنده شخصيه ملتزم جوه الملعب وبره الملعب و لا انا عشان بس في الارض بص لي انا عمال اتكلم ما اعرفش حاجه عننا اكيد ومن اللعيبه الرجاله اللي فعلا ان شاء الله الفتره الجايه عنده كتير كمان يقدمه للنادي الاهلي بيلعب بكل روح وبكل اصرار وكل يوم بيحاول ان هو يطور وبيتعلم علشان خاطر يعمل اسم مبارك له اول بطوله افريقيه بطوله غاليه في اول سنه ليه وبقول له ان شاء الله عندك كتير تقدمه للنادي الاهلي في فترات كان هو مش مبسوط فيها لكن قلت له لسه بدري ولسه عندك كتير تقدمه للنادي هو لعيب كبير وان شاء الله الفتره اللي جايه باحسن يفرق مع المنتخب الاولمبي ويحقق معاهم نجاحات ان شاء الله في طوكيو ويشرفونا وبقول له بالتوفيق دايما كبير قوي كابتني بقى وكابتن مصر كابتن سعد سمير مجهودكم كبير الحقيقه كابتن سعد وبطوله غاليه وصعبه وفي ظروف كانت صعبه جدا لان احنا قابلنا صعوبات الحقيقه الفتره اللي فاتت سعد بقيمته الكبيره وكابتن فريق للنادي الاهلي ازاي قدرنا ان احنا نوصل للمرحله دي في ظل الظروف اللي فاتت وحابب تقول ايه والميداليه دي بتمثل ايه لسعد سمير والله الحمد لله كريم يعني بطوله مهمه بالنسبه لنا بطوله افريقيا دي اي بطوله افريقيا بتحققها ده بيبقى شرف كبير وتاريخ كبير بتعمله وما بتجيش بالسهل بتيجي بتعب واخلاص دايما بطوله افريقيا عشان تيجي لازم اللعيبه كلها المنظومه كلها سواء مجلس اداره لعيبه عمال مسؤولين جمهور يعني لازم كلنا نبقى على قلب الرجل واحد ولازم كلنا نبقى نيه كويسه كلنا بنخلص بنجتهد مش شرط نكون بتلعب ما بتلعبش موجود جوه موجود بره فلو في الاخر انت في كيان كبير وانت عبيط يلا فانت بتلعب في كيان كبير وبتلعب في النادي الاهلي فكل بطوله مطالب ان انت تحققها دايما بطوله الافريقيا بيبقى هدف وحلم لجمهور النادي الاهلي فالحمد لله بالنسبه لي كانت يعني انا كنت راجع من اصابه وشاركت في مباريات مش كتير لكن الحمد لله كل لاعب في النادي في القائمه اللي موجوده دي شارك ولو بجزء بسيط فهو كان له دور في البطوله وساهم في البطوله ببارك للكابتن وليد سليمان على البطوله الرابعه يمكن انا والكابتن وليد سليمان ورم الرابعه الحمد لله حققناها المره الرابعه ببارك لزمايلي كلهم كانوا رجاله وكانوا على قد المسؤوليه تعبوا واجتهدوا واخلصوا حاضر حاضر يا كهربا مش النهارده هنقفل بكره وتعبوا واخلصوا واجتهدوا وكانوا على قدر المسؤوليه فبارك لهم دايما التوفيق بيجي للي يستحقوا للي بيتعب واللي بيجتهد و حبيبي يا بدر ويعني الحمد لله الحمد لله حاجه مشرفه ودايما احنا محظوظين ان احنا موجودين في النادي الاهلي ربنا يخليك حبيبي الف مبروك الف مبروك